أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الكافي الشريف. في الحديث السابع يروي الكنيني رضوان الله تعالى عليه بأسناده عن ربعي بن عبد الله عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام الصادق يقول: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن. في هذا الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين أن الحقائق الدينية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وعبر الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فمن أخذ منهم هدي إلى الصراط المستقيم، ومن أعرض عنهم ولم يتمسك بهم فقد ضل وغوى. وذلك لأن لكل علم منهجا خاصا به. إذا الإنسان سار في ذلك العلم عبر ذلك المنهج يصل إلى الحقائق المرتبطة بذلك العلم، لكن إذا لم يسر حسب المنهج الصحيح سوف تكون نتائجه غالبا خاطئة. مثلا إذا راجعنا إلى الفلسفة اليونانية، الفلاسفة اليونان كانوا عباقرة. قسم من الفلسفة يرتبط بالطبيعيات، يعني البحث عن مظاهر الكون، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود، ومن الموجودات الأمور الطبيعية. زين، الفلاسفة اليونان كانوا عباقرة، لكن في قضايا الطبيعيات أخطأوا في أكثر من 90% من الموارد. كيف لعبقري أن يخطئ في أكثر المسائل؟ الجواب: لأنهم لم ينتهجوا المنهج الصحيح في الطبيعيات. الطبيعيات بحاجة إلى تجربة. لماذا تحدث الزلازل؟ ليس المنهج للوصول إلى حقيقة هذه المسألة الجلوس في غرفة مغلقة واتخاذ المنهج العقلي المجرد، أو الجلوس في الأبراج العاجية و التفكر في هذه الظواهر الكونية. هذا لا يوصلك إلى نتيجة، بل يوصلك إلى النتيجة الخاطئة. الطريقة الصحيحة هو التجربة، أن يذهب الإنسان ويزاول ميدانيا القضايا الطبيعية إلى أن يكتشف الحقائق، وهذا ما يصنعه العلم الحديث بالنسبة إلى الطبيعيات. بالنسبة إلى الطب الوصول إلى النتائج أن هذا الدواء لهذا الداء. إذا واحد أراد أن يصل إلى هذه النتيجة ليس الطريق هو أن يجلس في غرفة ويفكر تفكيرا مجردا، الطريقة هي التجربة، يعني يستعمل الأدوية المختلفة بالنسبة إلى المرضى إلى أن يكتشف أن هذا الدواء يفيد لهذا المرض أو لهذا المريض، وبتراكم التجربة يصل إلى الدواء وإلى الداء. هذا مثلا مثال في العلوم التجريبية. نجي إلى اللغة العربية مثلا، اكتشاف القواعد في اللغة العربية واكتشاف معاني الكلمات، أيضا هذا طريقته أن يذهب الإنسان إلى العرب، يستمع إلى كلامهم، يقرأ إلى كلامهم، يكتشف المشتركات في الكلمات المختلفة إلى أن يستنبط القاعدة. الفاعل مرفوع، إذا واحد لا يعلم بأن الفاعل مرفوع يجلس في غرفة يفكر مليون سنة لا يصل إلى هذه النتيجة، حتى لو كان عبقري. عليه أن ينزل إلى الميدان، يستمع إلى كلام العرب، يرى أنه في الجمل المختلفة، في الكلمات المختلفة، الأفعال المختلفة، الأسماء المختلفة، يرفعون الفاعل، من هذه المشتركات يكتشف قاعدة أن الفاعل مرفوع مثلا. في مسائل الدين أيضا هناك منهج خاص، المنهج هو أن تأخذ من الوحي، سواء في مسائل الشريعة أو في المعتقدات. الإنسان إذا جلس بدون أن يأخذ من الوحي لا يصل إلى الأحكام الشرعية ولا يصل إلى المعتقدات الصحيحة. 90% من النتائج تكون خاطئة. الله سبحانه وتعالى أعطى العقل للإنسان، العقل كسراج ينير لك الطريق، بس بشرط أن تسير في الطريق الصحيحة. إذا واحد في ليلة ظلماء وبيده سراج، إذا بدال ما يروح في الطريق الموصلة إلى هدفه راح في طريق آخر، هل يصل إلى النتيجة؟ لا. لعله كلما سار أكثر والسراج بيده يبتعد عن هدفه أكثر. العقل سراج ينير الطريق، بس بشرط أن أنت تسير في الطريق الصحيحة. علماء العلوم التجريبية، العلوم الطبيعية، يستفيدون من عقولهم، لكن اكتشف المنهج الصحيح، وهذا العقل يكون أداة والسراج في سيره في هذا المنهج الصحيح. علماء اللغة العربية اكتشفوا المنهج الصحيح، عقلهم سراج لهم في الوصول إلى النتائج في سيرهم في هذا الطريق. في مسائل الشريعة وفي مسائل المعتقدات العقل سراج، بس بشرط أن أنت تجد الطريق الصحيح. إذا وجدت الطريق الصحيح أو الطريق الصحيحة، لأنه يجوز التذكير والتأنيث في الطريق، نقول الطريق الصحيح أو الطريق الصحيحة، على كل حال. إذا اكتشفت المنهج الصحيح في علوم الدين، في علم الدين، سواء في المعتقدات أو في الشريعة، عقلك السراج لك في السير في هذا الطريق. لذلك إذا واحد أخطأ المنهج الصحيح، قال لا حاجة لي إلى الأنبياء أنا شخص عبقري عاقل هكذا يزعم مثلا، يمكن هم بالفعل هو عبقري وهو من أعقل العقال. أجلس في داري وأفكر في الخالق في المخلوق وأكتشف المعتقدات، هذا قد ضل الطريق. لذا تشوف كبار العباقرة من الفلاسفة وغيرهم كان كثير منهم مشركين، كفار كانوا كثيرا منهم. لماذا كان كثير منهم كفار أو مشركون أو أخطأوا الطريق في كثير من المسائل؟ لأنهم لم يأخذوا من الوحي. يقال أن أحد كبار فلاسفة اليونان بلغه أن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يدعي النبوة وأنه متصل بالسبب الأعلى. فشنو كان كلامه؟ كان كلامه ذلك للعوام، هكذا كان يزعم. أما نحن يزعم هو نفسه نحن من الخواص لا نحتاج إلى موسى، هكذا كان يزعم. الله سبحانه وتعالى جعل المنهج الصحيح هو الرسول والأئمة. الرسول جاء بالقرآن ويبين القرآن، لأن القرآن لوحده لا يكفي. نفس القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لأن القرآن صحيح هو بلسان عربي مبين، لكن فيه آيات متشابهات يلزم إرجاع هذه الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، فيه العام والخاص، تخصيص العام بالخاص، وفيه المجمل والمبين، وفيه المطلق والمقيد. إذا واحد يقول حسبنا كتاب الله فهو يخالف نفس القرآن، لأن القرآن جعل الرسول مبينا له. زين، هذا إلى زمان الرسول، من بعد الرسول ماذا؟ أجمع المسلمون تتواترت رواياتهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا الكلام الرسول بألفاظ مختلفة كرره فترات كثيرة بين المسلمين حتى تتركز في أذهانهم. لذا هذا حديث الثقلين له ألفاظ مختلفة، لأن الرسول فاه به وذكره بألفاظ مختلفة في مواطن متعددة. ما إن تمسكتم بهما، يعني إذا واحد تمسك بالقرآن بدون أن يتمسك بأهل البيت فهذا لم يتمسك بالقرآن، أو يزعم أنه يتمسك بأهل البيت دون أن يتمسك بالقرآن فهذا لم يتمسك لا بالقرآن ولا بأهل البيت. في هذا الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين أن المنهج الصحيح في الدين للوصول إلى الحقائق هو الأخذ من الرسول ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والعقل سراج ينير الدرب، بس بشرط أن تسير في الدرب الصحيح، وكلامهم لا يخالف العقل. قد يكون هناك كلمات أو كلام لا يدركه العقل، لأن العقل لا يدرك كثيرا من الأمور. زين، إذا أنت تعتقد وتعلم بأنه هذا حجة الله سبحانه وتعالى تسلم لكلامه حتى إذا لم تدرك سبب ذلك الكلام. ذكرنا فيما مضى أن العقل قرين مع العلم، أحيانا إذا لا يوجد علم العقل لا يحكم بشيء وإنما يقول لك اذهب إلى أهل الخبرة. مثلنا هذا المثال، إذا واحد مريض ذهب إلى الطبيب الحاذق. الطبيب الحاذق وصف له دواء. هل وصفة الطبيب تخالف العقل؟ لا. احنا نروح للعقل نقول له، نسأل العقل هل هذا الدواء علاج لهذا المرض؟ العقل يقول لا أدري لأنه ما عندي علم. لكن بما أن الخبير قال فاتبع الخبير. إذا الرسول صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا كلاما كلامهم لا يخالف العقل، قد العقل لا يدرك ولكن يقول ما دام القائل معصوم وهو من الله سبحانه وتعالى فعليك أن تتخذ منه، أن تأخذ منه، أن تتبعه. والفرق بيننا وبين النصارى عندما تناقش النصارى في مسألة التثليث مثلا، كيف يمكن أن يكون الواحد ثلاثة؟ لأن بعض النصارى أو غالب النصارى هكذا يقولون، يقولون الإله هو الأب والابن وروح القدس والعياذ بالله، فهذه ثلاثة وفي الوقت نفسه هو واحد. زين تسأله شلون يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا؟ يعني هل مركب مثلا؟ إذا مركب لا يقولون أنه مركب، يقولون واحد هو لكن في الوقت نفسه ثلاثة. كيف يكون؟ يقول هذا فوق العقل. هذا الكلام هنا خطأ، لا هذا مو فوق العقل، هذا خلاف العقل، لأن العقل يدرك بطلان هذا الكلام. أما تأتي إلى مثلا الإسلام، القرآن الكريم، الروايات تذكر أوصاف لله سبحانه وتعالى. زين الآن العقل يجي ما هو كنه ذات الله، نقول له العقل لا يدرك كنه ذات الله، أما يدرك أن الله سبحانه وتعالى ذات موجودة محلاة بالكمالات مبرأة من النقائص، يدرك هذا الأمر، أما كنه الذات لا يدركه. لكن هذا ليس خلافا للعقل، احنا كثير من الأشياء التي نعلم بوجودها لا ندرك كنه ذاتها. الآن الكهرباء، شنو حقيقة الكهرباء؟ لا نعلم بذلك، بس نعلم بأن الكهرباء موجود وأن آثاره كذا وكذا وكذا، وعن طريق الآثار نعلم بوجود الكهرباء. يعني في هذه الأسلاك الآن كهرباء موجود لو ما موجود؟ إذا هذه الأضوية مضاءة نعلم بأن الكهرباء موجود، إذا الأضوية مو مضاءة مثلا نعلم بأن الكهرباء غير موجود مثلا. هذا الكلام مو خلاف العقل، أنه شنو كنه الكهرباء احنا لا ندرك ذلك، لأن العقل يقول أنا عن طريق الآثار أدرك وجود الشيء لكن حقيقة الشيء شنو ما أدري. أما أنه الواحد يكون ثلاثة والثلاثة تكون واحدا في الوقت نفسه، العقل يدرك بطلان هذا الشيء. زين في مسائل الشريعة وكذلك في مسائل المعتقدات، القرآن والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا الحقائق، بعض هذه الحقائق ندركها فنعتقد بها، بعض هذه الحقائق لا ندركها ولكن لأن الخبير الصادق قالها نسلم، لأن تلك الحقائق التي بينت ليست خلاف العقل، لكن العقل يقول أنا لا أدرك ذلك. ذكرنا مثل أنت السراج بيدك في ليلة ظلماء تسير في طريق، إذا طريقك صحيح والسراج بيدك، السراج ينير لك مسافة محددة، بعد تلك المسافة في الظلام شنو؟ تقول أنا ما أدري، لا أنه باطل، تقول أنا ما أدري لأن هذا السراج أضاء لي بمقدار مثلا متر، إذا شوية السراج نوره أكثر يضيء لك مترين، إذا شوية أكثر يضيء لك 3 أمتار، ترى أكثر. لكن ما دام أنت في الطريق الصحيح ستصل إلى النتيجة سواء أضاء لك قليلا أو أضاء لك كثيرا. زين الإمام شنو يقول؟ يقول أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب. الله سبحانه وتعالى جعل أمور الكون بالسبب، الله قادر أن يخلق كل إنسان مثل آدم. خلق آدم من تراب بقدرته ونفخ فيه من روحه، لكن أراد إجراء أمور هذا الكون عن طريق الأسباب. لذلك أنت باستثناء آدم عليه السلام وحواء، وباستثناء عيسى الذي خلق من دون أب، من أم بدون أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. باستثناء هؤلاء بقية الناس عن طريق التزاوج وعن طريق أصلاب الرجال وأرحام الأمهات. الله يخلق لكن عن طريق هذا السبب. تريد حرارة عن طريق النار مثلا أو الكهرباء. كل شيء الله سبحانه وتعالى كل مسبب أجراه عن طريق سبب خاص، وقد يسلب السببية في المعاجز مثلا في قضية نار إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، لكن تلك حالات استثنائية. أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب. زين، الدين الله سبحانه وتعالى جعله عن طريق الرسول وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. نعم، اعطاك الوسيلة، الوسيلة هي عقلك المجنون لا تكليف له. أخذ ما وهب، سقط ما وجب. لكن الإنسان العاقل الله حباه بالعقل، هذه وسيلة، سراج، بس هذا السراج لازم تسير به في الطريق الصحيحة. وبين لك الطريق الصحيح بعد ذلك، وجعل لكل سبب شرحا. أنت تريد توصل إلى هذا السبب، لازم يكون عندك انشراح في صدرك. ألم نشرح لك صدرك؟ في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. لازم تكون لك قابلية لذلك السبب. اكو بعض الناس حسب تعبيرنا قافل، لا يقبل الأسباب، ما يوصل إلى النتائج، يخطئ، لا يصل إلى النتيجة. وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما. كيف ينشرح صدر الإنسان لقبول الحق؟ عن طريق العلم، لأنه إذا ماكو علم الصدر لا ينشرح، وإذا الصدر لم ينشرح الإنسان لا يصل إلى الأسباب. زين، والعلم في مسائل الدين كيف تكسبه؟ وجعل لكل علم بابا ناطقا، كل علم من علوم الدين يعني، فهناك باب ناطق يوصلك إلى العلم. إذا وصلت إلى العلم ينشرح صدرك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا انشرح صدرك علمت بالأسباب، وصلت إلى النتائج عن طريق تلك الأسباب. وجعل لكل علم بابا ناطقا. زين، المناهج الصحيحة، الطرق الصحيحة، إذا الإنسان ما سار فيها الطريق يتضرر لو هو يتضرر. يعني مثلا هناك علم الطب شخص الأدوية وشخص الأمراض. إذا الإنسان لم يذهب عن طريق الصحيح، ما راح إلى أهل الخبرة في مجال الطب، هو بنفسه يريد يوصل للنتيجة بدون أن يسلك طريق علم الطب. علم الطب ما يتضرر، هو يتضرر. يعني المريض إذا لم يستعمل الأدوية، المرض يستشري في جسمه، هو يموت، هو يتضرر، مو علم الطب يتضرر. علم الطب في كل يوم في تطور. القوانين التي أودعها الله في هذا الكون، سواء من قانون الجاذبية أو أي قانون آخر، هذه القوانين مليارات السنين موجودة من يوم أن خلق الله السماوات والأرض. يوم أن جاء الإنسان إلى هذه البسيطة أنت استثني الأنبياء التي ألهمهم الله سبحانه وتعالى العلوم وعلم آدم الأسماء كلها، استثنيهم. الله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يكتشفوا هذه القوانين وأن يطبقوا حياتهم عليها لكي يعيشون برفاه وراحة. زين، اليوم اللي الإنسان ما كان يكتشف قانون الجاذبية، هل القانون كان موجود؟ نعم. النظام الأرضي كان متوقف على هذا القانون؟ نعم. هسه الإنسان يجهل بذلك، جهله لا يضر بذلك القانون، لا يضر بذلك المنهج، جهله كان سببا لعدم استفادته من هذا القانون. لذا لما الإنسان الناس اكتشفوا القوانين المختلفة، حياتهم صارت أحسن، صار فيها رفاه أكثر، تطور أكثر. إذا واحد طبيب في مدينة وهذا الطبيب لا يتقاضى أجرا من الناس، نقول أنه مو حياته تتوقف على رجوع الناس إليه. هسه إذا الناس ما راجعوا، هو الطبيب يتضرر؟ لا، لأن حياته ما تتوقف على مراجعة الناس إليه، مجانا يعالجهم. منو يتضرر؟ الناس يتضررون. الأنبياء لا يحتاجون إلى الناس، لأن الله سبحانه وتعالى رفع منزلتهم في الدنيا والآخرة. جاءوا وبلغوا للناس، لا يتقاضون أجرا من الناس، ما أسألكم عليه من أجر. هذا كلام الأنبياء، لا يريدون أجرا من الناس، لا أجرا ماديا ولا أجرا معنويا. هسه إذا الناس اتبعوا الأنبياء هم الرابحون، الناس رابحون. إذا ما اتبعوا الأنبياء، الأنبياء لم يتضرروا، لأن أجرهم على الله سبحانه وتعالى. بل حينما يظلمهم الناس يزدادون أجرا، مو أنه ما يتضرر بل ينتفع. فهنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله. إذا أنت عرفته فأنت الرابح إذا اتبعته، وإذا واحد جهله هو الخاسر. الأئمة عليهم الصلاة والسلام بإقصائهم عن السلطة وبابتعاد أكثر الناس عنهم لم يتضرروا هم بشخصهم، بل في حديث شريف إنها نقمة صيرها الله نعمة. في نفس هذا الكتاب الكافي الشريف حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول: إحنا لو كنا على زمام الأمر والناس ما أقصونا عن السلطة، كان المفروض أنه نلبس الخشن ونأكل الجشب أو الجشب، يعني لباسنا، ملابسنا، ثيابنا، أكلنا، يكون مثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيام خلافته، ذلك الزهد العجيب. ليش؟ لأنه إمام المسلمين لازم يكون حالك أضعف الرعية. زين، الناس أقصونا عن السلطة، الآن إحنا مو حكام، هذا التكليف سقط عنا. فلذا هي نقمة، لأنه الناس بعدوهم عن حقهم، سلبوهم حقهم، لكن صيرها الله سبحانه وتعالى نعمة إليهم في الدنيا وفي الآخرة ثواب. المظلوم هضم حقه والله سبحانه وتعالى يعوضه عن ذلك، فصارت نعمة في الدنيا والآخرة، فهو ما يتضرر، الناس يتضررون. ولكنهم أخروا حظهم إذ أخروك، حينما أخروا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن المرتبة التي رتبها الله سبحانه وتعالى له، هم تضرروا لا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لذا يقول عرفه من عرفه وجهله من جهله. زين، ذاك الباب الناطق منه هو اللي يؤخذ العلم منه، وإذا أخذت العلم منه يشرح صدرك الله سبحانه وتعالى للإيمان، وبذلك تعلم الأسباب وتصل إلى النتائج اللي أهم النتائج هي الجنة. ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن في علوم الدين لازم تأخذ منهم. عقلك سراج، الطريق العلوم التي استقيتها منهم، والمقصد النهائي هو رضا الله سبحانه وتعالى والجنة، وأيضا العيش بسلام في هذه الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التابعين لهم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.